وبشأن الملف الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الباسط غويلة عضو هيئة علماء ليبيا. سيد عبد الباسط مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح للأمم المتحدة حيث قالت أن الفيضانات الغزيرة التي حصلت في جنوب غرب ليبيا تسببت منذ أواخر أيار الماضي فقط في نزوح أكثر من 4000 شخص، وبالتالي هي قد أثرت على أكثر من 20,000 آخرين. لكن هنا سيد عبد الباسط، كيف يمكن حصر ومعالجة هذه الأزمة الإنسانية؟ بارك الله فيكم أخي كريم. لا شك أشكرك وأشكر قناة الموقرة، الله يبارك فيكم أخي كريم. هو لا شك أنها أزمة حقيقية، وهي الأزمة هذه ليس وليدة اليوم، وإنما هذه المدينة والجنوب الليبي مهمل، وليبيا كلها مهملة من أيام القذافي الذي يدعي انه عمل انجازات وانه قام ب يعني جعل ليبيا في خير ونعيم وغير ذلك الدعايات الكاذبه التي قام بها. هذه المدينه البعيده في الجنوب الليبي قرب الجزائر، نعم، تعتبر يعني قريه او مدينه نائيه جدا، وهي خارج التاريخ فيما اعلم، انه يعني الناس ليس لديهم ادنى 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 أشياء يعني تقيم حياتهم، المعيشة غير موجودة، لا بنية تحتية ولا بيوت ولا تعليم، والفقر الشديد. يعني فالأمم المتحدة هي تتباكى فقط يعني على مثل هذه المسائل. ويعني طيب سيد عبد الباسط، يعني الأمم المتحدة أيضا عبرت عن قلقها العميق إزاء سلامة نحو ما يقارب من 3700 لاجئ ومهاجر في مراكز الاحتجاز التي تتعرض بالفعل لأعمال قتالية نشطة. لكن برأيكم كيف يمكن تأمين سلامة المهاجرين داخل تلك المراكز التي تفتقر بحسب الأمم المتحدة أيضا تفتقر إلى الغذاء الكافي والماء والخدمات الأساسية؟ هي تتحدث عن مخيمات المهاجرين، صح؟ المهاجرين الغير شرعية، الهجرة غير شرعية، نعم. تتحدث أخي الكريم، هو ليبيا تمر بأزمات كبيرة، وهذه الأزمة لا شك أن فعلتها الدول المجاورة لليبيا، وبمسمع ويعني بعلم الغرب والأمم المتحدة، هم يريدون أن تبقى هذه الهجرة غير الشرعية حتى يضغطون بها. ليبيا تصبح ورقة ضغط على الليبيين وعلى الحكومات كلها، وهي تعلم علم اليقين أن هذا يحدث حتى في أيام القذافي، وهو هددهم في خطابه الذي تحدث عنه القذافي أنه سيفعل ويفعل ويفعل. كل ما تقام في المخيمات هذه والمخيمات اللاجئين هي مع التبرعات من الناس، يعني ليس للحكومات أو للدول المجاورة ولا للدول الغربية ولا الأمم المتحدة أي تمويل لمثل هذه المخيمات والمعسكرات للاجئين الذين يدخلون ليبيا بالالاف المؤلفه ويعبرون عبر الصحراء ثم يدخلون الى البحر، ويعني الاموات، وتعرف القصص الحزينه مثل هذه. سيد عبد الباسط، اذا ما تحدثنا بتطورات الحوار السياسي، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال إن هناك إمكانية ربما لعودة الحوار السياسي في ليبيا بعد أكثر من شهرين على اندلاع النزاع المسلح في طرابلس. هل يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع فعلا؟ هل تسمح الظروف بذلك؟ هو أخي الكريم، أنا لا أشك أن كل من أراد أن يدخل في الحوار السياسي هذا لا شك أنه خائن لليبيا، لأن يعتبر حفتر ومشروع حفتر هو مشروع إرهابي كما تم تصنيفه عند الليبيين، بعدما يعني قاب قوسين ادنى ان يكون يعني مؤتمر غدامس ومؤتمر المؤتمر الوطني الجامع، لكن استعجل حفتر بإعاز من السعوديه وبإعاز من الامم المتحده، كان على علم الامم المتحده على علم بمجيء حفتر ودخوله الى ليبيا، وكانوا يرتبون على ان يدخل يعني بسلام، يعني فهم عند علم. كل من أراد أن يدخل ليبيا الآن ويدخل ليبيا في موضوع تسوية سياسية أنا أعتبره من الخيانة بمكان. والأمم المتحدة لا يهمها مصلحة الليبيين ولا يهمها حياة ليبيا ولا من يحكم ليبيا، المهم تسليط الدكتاتور هذا المهزوم، يعني يحاولون نفخ الروح فيه مع انه هو منتهي ان شاء الله تعالى. نعم سيد عبد الباسط، عبد الباسط غويلة عضو هيئة علماء ليبيا، شكرا جزيلا لكم ونأسف لضيق الوقت.